لمناقشة وضع القطاع الصحي في العراق وأزمة جائحة كورونا خلال عام 2020 ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا، تحية لك ولجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. كيف انعكس تدهور القطاع الصحي على مسار جائحة كورونا في العراق، لا سيما أن المستشفيات عجزت عن استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة حقيقة هي جائحة كورونا هي تعرف من الأمراض التي ضربت جميع بلدان العالم، والعراق هو ليس في منع عن هذا الفيروس اللعين، فبالتالي الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين بسبب هذا الفيروس سبقتها أحداثها عدم وجود بنى تحتية تستقبل أو تستوعب أعداد الأمراض وخصوصا فيروس كورونا والحالات المتزايدة، لعدم وجود الأسس النظامية للواقع الصحي في العراق هو أحد أسباب اللي صراحة تردي تقديم الخدمات. اليوم أكو فرق ولو كان بسيط عن هذه الأعداد ونسب الاستيعابية، فبالتالي وجود النظام الصحي المتهالك هو أحد الأسباب التي أدت إلى عدم تقديم خدمات طبية وصحية وعلاجية بشكل يتناسب مع أحجام، وخصوصا نحن اليوم فقدنا الكثير من الملاكات الطبية والتمريضية بالعراق، وهناك أعداد واقعية وإحصائية موجودة في وزارة الصحة لشهداء جائحة كورونا من أطباء الكوادر الطبية والتمريضية، فبالتالي هذا هم أحد الأسباب التي تردت بها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتمريضية للمرضى الراقدين. طيب، يعني مركز كارنيجي للشرق الأوسط يحذر من تحول العراق إلى بلد موبوء بالكامل خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا مع بداية العام الجديد، كيف تعلقون؟ نعم، حقيقة هي الدراسات عادة تكون مستندة إلى أسس علمية واقعية، وعادة تكون هناك قراءات لواقع الشارع أو هناك دراسة معينة لفئة معينة لإحصائية مختصرة، فبالتالي عادة لا تكون كل الدراسات هي مستندة إلى أسس علمية. حقيقة الكوارث المقبلة هي بسبب هناك عدة أسباب ذكرت لك، أنه الأساس الموجود الصحي بالعراق هو أساس متهالك وقديم، والبنى الأساسية أو بنى التحتية للواقع الصحي أيضا متهالك ومتردي، وعدم التزام بعض المواطنين بالشروط الصحية والانضباطات الصحية، هاي كلها أسباب تجتمع الفساد الإداري والمالي. السياسات الموجودة في العراق هي ليست سياسات استراتيجية، بل بها نظرة مختصرة لموضوع معين دون المواضيع الأخرى. الفساد المالي والإداري هو أخذ دوره وحيزه من موضوع وزارة الصحة، فبالتالي هذه كلها انعكاسات سلبية على الواقع الصحي بالعراق. طيب، نفس المركز كارنيجي للشرق الأوسط يؤكد أن الفساد المستشري داخل وزارة الصحة في العراق هو الذي يهدد بانهيار كامل للقطاع الصحي، إلى أي مدى تتفقون مع هذا الرأي؟ عادة هو الاتفاقات ليست بالضرورة أن أكون متفق أو غير متفق، بقدر ما هناك دلائل واضحة على بعض المؤسسات الصحية أو بعض الدوائر الصحية بوجود فساد مالي وإداري. تعرف أنت اليوم البنية السياسية العراقية بنيت على أساس المحاصصة، والمحاصصة عائدة لبعض الأحزاب المتنفذة، فبالتالي بل قطعا لا تكون هناك عائدات إيجابية على حياة المواطن من الناحية الصحية بأي مركز من مراكز أو مفاصل وزارة الصحة، بما أن هناك محاصصة وتقاتمات ما بين الأحزاب المتنفذة أو المتسلطة، فبالتالي العائدات الإيجابية فقط لهذه الأحزاب والسلبية والمردودة السلبية على حياة المواطن والآخرين. فبالتالي إذا أردت أن تكون هناك وزارة صحة، بل تكون هناك دولة مبنية على أساس بعث استراتيجي واشتراك بالعمل، ليس تقاسم أو محاصصة، وخاصة وزارة الصحة اليوم حياة المواطن يجب أن لا تخضع للمحاصصة السياسية، فبالتالي حياة المواطن هي أهم من التقاسمات والمحاصصة التي يتكلم بها الكثير من السياسيين أو الكتل السياسيين. طيب، بعد تفشي وباء كورونا في جميع محافظات العراق، أكدت وزارة الصحة الحالية أنه لم تتم السيطرة على الجائحة، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر انتشار الوباء بسلالته الجديدة. هل هذه المطالبات
كافية؟ نعم، شلون؟ اليوم بعد أن تفشى وباء كورونا في جميع محافظات العراق، وزارة الصحة الحالية تقول أنها لم تستطع السيطرة على الجائحة، وأنها تطالب بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر انتشار الوباء بسلالته الجديدة. هل هذه المطالبات كافية أم لا؟ هي المطالبات تعرف اليوم وزارة الصحة تناقش وتطالب، بينما هي هناك إجراءات يجب أن تسبق قبل المطالبات. أنا اليوم أطلب من المواطن الالتزام. هل أنا وفرت للمواطن الفرص الكافية للالتزام؟ هو السؤال ليس بضرورة أن من الضروريات أنه ملتزم أو غير ملتزم، في حين أنا البنية الاستراتيجية أو الأساسية لوزارة الصحة يجب أن تكون قوية ورصينة. فبالتالي الثقة ما بين وزارة الصحة والمواطن يجب أن تكون متكاملة. اليوم أنت حينما تنادي الالتزام من قبل المواطنين، المواطن يقول لك أنت وفر لي، أعطيني، شوف خدمات ترتقي إلى مستوى بلدان العالم حتى لا. أكون أنا مستجيب، لأن يعني اليوم تعرف المواطن يحتاج إلى مصدر أي شيء. أغلب المواطنين هم تحت بل 50 أو 60% أو 40% حسب بعض الدراسات هي تحت أو دون خط الفقر، فبالتالي يحتاج إلى مصدر عيشة، مصدر تمويل، مصدر أكل وشرب حتى يلتزم بالتعليمات تصدرها وزارة الصحة. فبالتالي وزارة الصحة أول يوم الجائحة منتشرة بجميع بلدان العالم بل بجميع أنحاء العراق، لا قرى ولا أرياف ولا مدن هي بعيدة عن هذه الجائحة، فبالتالي الإعطاء أو الإرشادات هي ضرورية نعم وأساسية، والتوعية الصحية لابد منها، لكن هناك شروط كثيرة بالقضاء. هل وفرنا بشكل صحيح اللقاح؟ هل سيصل اللقاح بالفترة المعينة؟ هل سيوزع بالشكل المطلوب؟ هل سيقسم بالتساوي؟ هل هذه كلها أسئلة تحتاج إلى أجوبة منصفة وتحتاج إلى أجوبة طيب برأيكم واقعية ومتى يصل؟ برأيكم هل كانت الإجراءات الحكومية فاعلة في مواجهة أزمة كورونا؟ نعم، هل كانت الإجراءات الحكومية فاعلة في مواجهة أزمة كورونا؟ طبعا بالمناسبة الإجراءات الحكومية هي كانت ليست فقط الحكومة أو الإجراءات الحكومية، بل المواطن العراقي ساهم مساهمة فاعلة من خلال فرقه التطوعية بالنزول الشارع والواقع الصحي الذي يكون به العراق اليوم، من تطور ملحوظ بالقضاء من خلال الالتزام الصحي للمواطنين، من خلال الفرق التطوعية، من خلال المشاركة والمساهمة الفاعلة للمواطن العراقي، من خلال إعطائه المال والجهد في القضاء في سبيل القضاء. ترى الكثير من الفرق التطوعية تفتر وتسعى وتعمل ليل ونهار جاهدة في تعفير وتعقيم المراكز الصحية والمراكز التعليمية والمراكز الاجتماعية والمنتزهات والمدارس والبيوتات. هناك فرق جوالة تعمل ليل مع نهار من فرقنا التطوعية، فبالتالي العمل على قدم وساق. فاليوم أعتقد المواطن له السهم الأكبر والشكر الأكبر من خلال التزامه ومساعدة الحكومة بالقضاء على هذه العمل والنجاح. لا يحسب فقط للحكومة، بل يجب أن يكون هناك شكر وتقدير للمواطنين والفرق التطوعية وحتى المؤسسات الدينية التي عملت جاهدة بصرف ملايين الدولارات من أجل القضاء على الفيروس وحماية المواطن العراقي. برأيكم هل كانت الإجراءات الحكومية فاعلة في مواجهة أزمة كورونا؟ وكانت لجنة الصحة والسلامة في وزارة الصحة قد أعلنت عدم نيتها إعادة فرض حظر للتجوال بسبب وباء كورونا في العراق، وأن عمل المدارس والجامعات سيستمر. يعني هل سنتبع في العراق مناعة القطيع؟ ما أعتقد اليوم الحكومة هي لم تعلن إعلان رسمي بمناعة القطيع، لكنه على أرض الواقع أعتقد هو موجود، في حين هناك لا يوجد هناك فرض حظر التجوال لحد الآن، والعمل بإنسيابية. فقط المدارس والجامعات يتعمل بنسب مئوية للدوام الرسمي تصل إلى يوم واحد في الأسبوع. طيب بالنسبة إلى مناعة القطيع، اليوم في أوروبا مثلا إنجلترا اكتشفت أن هذه القطيع لا تنفع مع فيروس كورونا، كيف سيواجه العراق
قطاعه الصحي المهترئ؟ حقيقة هي أنا ذكرت لك في بداية الحديث أنه الواقع الصحي بالعراق هو لا يكون، هو ليس في منى عن جميع بلدان العالم. هناك دول متطورة وتمتلك قاعدة أساسية ورصينة للبعد الصحي الاستراتيجي ما عدا العراق. العراق اليوم هو فقير بإمكانياته، فقير ببناه التحتية. أعتقد البنى التحتية والرعاية الصحية الأولية التي في العراق هي تفتقر للتطبيق على أرض الواقع. فأعتقد راح يكون هناك بصراحة بالعراق سوف نلاحظ أو سوف نجد تردي بهذا الموضوع. طيب، نقابة الأطباء العراقيين حذرت من مغبة التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. ما هي المخاطر المترتبة على استمرار غياب الوعي على المدى القريب؟ يعني بصراحة احنا نقابة الأطباء وبعض المختصين والعلميين والأكاديميين الجميع يحذر من جائحة كورونا، وهذا سوف بصراحة انت تعرف كل زين انه جائحة كورونا بها مخاطر، ومخاطر تصل الى حد الموت، لانه بصراحة السايد افكت لهذا المرض هو شيء مزعج، وحتى اللي يكتسب الشفاء يبقى يعاني لفترة معينة تصل الى عدة اشهر من وهن عضلي وآلام ومفاصل وضيق التنفس والكثير من المخاطر على بعد اشهر. فبالتالي هناك مخاطر اذا ما كان هناك التزام تام من قبل المواطنين واعطاء اجراءات صحيحه وسليمه من قبل الجهات المعنيه، سوف تكون هناك مخاطر جسيمه بصراحه. طيب، هنالك دراسه حديثه مشتركه لمنظمه اليونيسيف والبنك الدولي كشفت عن ان 11.7% من العراقيين دخلوا تحت خط الفقر خلال عام 2020 فقط. الى اي مدى فاقمت الجائحه من مستويات الفقر في العراق برايكم؟ نعم، ازدادت خط الفقر، لانه بصراحه وليس فقط في العراق وانما جميع بلدان العالم تاثرت الوضع الاقتصادي، والعراق احد المتاثرين من الوضع الاقتصادي العام للبلد. هناك انخفاضات في مبيعات النفط، وتعرف اليوم انه العراق اعتماده الكلي اكثر من 95% يعتمد على القطاع النفطي في الاقتصاد، واليوم القطاع النفطي بتراجع تام لمبيعات واستيراد وتوريد النفط، وخاصة اليوم النفط يصل إلى 50 أو 40 دولار. فبالتالي اليوم العراقي يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وهذا انعكس سلبا على معيشة وحياة المواطنين. أغلب مواطنينهم يعتمدون على القوت اليومي، فأيام حظر التجوال وأيام قلة المبيعات وعدم توريد النفط وإعطاء الواردات النفطية بشكل أو تصدير النفط بشكل انسيابي، ونزول العملة واليوم صعود العملة الدولار أمام الدينار العراقي، هذه كل أسباب ومسببات إلى التردي الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي. نعم، سيد فراس المسوي رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.